بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما في الدارين، آمين. فصل في صلاة الكسوف والخسوف. صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، وهي الصلوات المسنونة التي يشرع فيها الجماعة. يعني هو يريد أن يتكلم عن صلوات مسنونة شرع فيها الجماعة، فتكلم على صلاة العيدين، ثم بعد ذلك يتكلم على صلوات أخرى مسنونة وشرعت فيها الجماعة، كصلاة الكسوف والخسوف، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الخوف، كما أنه تكلم عن صلاة قيام رمضان والتراويح، فهي أيضا صلوات مسنونة شرع فيها الجماعة. وهناك صلوات مسنونة لم يشرع فيها الجماعة، زي الرواتب قبل الصلوات، وزي تحية المسجد، وزي صلاة الضحى، لم يشرع فيها الجماعة. وهناك قاعدة عند الشافعية، كل ما شرع فيه الجماعة يجوز منفردا، وكل ما لم يشرع فيه الجماعة يجوز جماعة. علشان لو صليت صلاة الضحى جماعة ما يجي لكش واحد يقول لك كده لا يجوز، لا ممكن، صحيح لم يشرع إلا أنه يجوز. واضح؟ فدي قاعدة مهمة هتحل لك إشكال كبير هيواجهك في أمور مع بعض الناس اللي ما درسوش الفقه بطريقة واضحة. يعني فصل في صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. هي الحقيقة الكسوف بيطلق على كسوف الشمس والقمر فهي مشتركة، والخسوف يطلق على الشمس والقمر أيضا، إلا أنه في الاستعمال الفقهي عند الفقهاء ده من حيث اللغة، أما من حيث الاستعمال الفقهي فالفقهاء يحبوا يقولوا الكسوف للشمس والخسوف للقمر، كويس؟ ده في الاستعمال الفقهي. أما في اللغة فالكسوف مشترك مع الخسوف، والخسوف مشترك، يعني ممكن تقول إيه خسفت الشمس، وممكن تقول كسف القمر، لا شيء في هذا، فهو مشترك، إلا أن في الاستعمال الفقهي عند الفقهاء يخصون الكسوف بالشمس ويخصون الخسوف بالقمر. كسوف الشمس، صلاة الكسوف شرعت في السنة الثانية من الهجرة، شرعت في السنة الثانية من الهجرة. أما خسوف القمر، صلاة الخسوف، فشرعت في السنة الخامسة من الهجرة. يقول المصنف والشارح رحمهما الله: وصلاة الكسوف للشمس وصلاة الخسوف للقمر، يبقى ده استعمال الفقهاء، كل منهما سنة مؤكدة، يبقى حكمها هي سنة ومؤكدة لأن النبي فعلها وحث عليه. فإن فاتت هذه الصلاة لم تقضى. في بعض السنن احنا قلنا لو فاتت تقضيها، زي صلاة العيد لو فاتتك ممكن تروح البيت تصليها منفرد، طالما قبل الظهر، قبل ظهر يوم العيد. زي صلاة التراويح لو فاتتك جماعة تصليها منفرد، مش كده برضو؟ وهي صلاة، وكذلك صلاة الاستسقاء يمكن أن تصليها منفرد ويمكن أن تصليها جماعة،
فلو فاتتك جماعة تصليها منفردا. لكن صلاة الكسوف إذا فاتتك لا تقضيها، لأنها متعلقة بوقت، فإن فات وقت الكسوف يبقى ما لهاش وقت، واضح؟ فهي متعلقة بوقت، لأنها صلاة ذات سبب تفوت بفواته، أدي التعليل يعني بسبب عدم القضاء. فإن فاتت هذه الصلاة لم تقضى، أي لم يشرع قضاؤها. عندنا طبعا يسن الغسل لصلاة الكسوف، يسن الغسل لصلاة الكسوف، ما ذكرهاش هنا لأن ده كتاب مختصر. يسن الغسل لصلاة الكسوف ويخرج بثياب بذلة، بذلة بكسر الباء هكذا، يعني ثياب تنقي أقدم ثياب عندك، بخلاف صلاة العيد. صلاة العيد تطلع بالصلاة بإيه؟ بأشيك ثياب عندك وأجدد ثياب عندك. لكن صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء تخرج بثياب بذلة لبيان الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى أقدم ثياب عندك تخرج بيها. ولا يسن ليها كالجمعة مثلا إنك تقعد تقص ضوافرك وتحلق العانة وتنتف الإبط، كل ده لصلاة الجمعة. لكن الكسوف لو شغلت نفسك بكده هتضيع الظاهرة ويضيع وقت الصلاة، فيبقى لا تشغل نفسك بهذا، يكفي الغسل وتلبس ثياب بذلة وتذهب إلى المسجد لتصلي صلاة الكسوف أو الخسوف. ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين. بعض الكتب قال لك ويصلي، يعني المكلف المسلم، لكن هنا مشكلها ويصلى. انت عندك مشكله ايه؟ يعني يصلي يعني المسلم، وفي بعض الكتب كاتبه يصلى، لكن هي الاحلى يصلي كده. ايوه علشان كده هي حقها ويصلي، فالتشكيل عندي خطا، كاتبها ويصلى. حتى لو كانت ركعتان المفروض تصلى ركعتان مثلا، على ما هو يجوز، لان ده مش مؤنث حقيقي، فيجوز. ما المؤنث الغير الحقيقي ما هو برضه مش مؤنث حقيقي، هي الصلاه بتولد خلاص مش مؤنث حقيقي، فيجوز. وقال نسوة في المدينة، ما قالش وقالت نسوة، يعني تمشي على أي حال. خليها هي ويصلي أحلى. ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين. يحرم بنية صلاة الكسوف، يبقى الإحرام بنية أنها صلاة الكسوف. ثم بعد الافتتاح والتعوذ يقرأ الفاتحة. طبعا حقه يقول بعد الفاتحة وسورة قصيرة أو طويلة، كان حقه يقول كده، فأنت حقك تحط كده علامة في الهامش وتزود، لأنه قايل هنا بعد الافتتاح والتعوذ يقرأ الفاتحة ويركع. طب وفين السورة؟ صلاة الكسوف لها ثلاث كيفيات، صلاة الكسوف وكذا الخسوف لها ثلاث كيفيات. كيفية ركعتين كسائر الركعات زي ما بتصلي أي ركعتين، هذه كيفية، وهذا اختيار الأحناف. عند الأحناف وعندنا الشيخ حنفي يعني ما يصلوهاش بركوعين وقيامين في كل ركعة، عندهم دي صلاة ركعتين زي ما بتصلي سنة الفجر كده، زي ما بتصلي فرض الصبح، واضح؟ ركعتين عادي، دي كيفية وهي جائزة عند الشافعي أيضا. والكيفية الثانية أن تصلي ركعتان، كل ركعة فيها قيامين وركوعين، كل ركعة يعني تقول الله أكبر وتقول دعاء الاستفتاح وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقرأ الفتحة وسورة، يعني تقول الله أكبر وتركع، وتقول سمع الله لمن حمده، يعني تقرأ الفتحة وسورة تاني. أيوه. وبعدين تقول الله أكبر وتركع، وبعدين تقول سمع الله لمن حمده وتسجد سجدتين، وتقوم تعمل الركعة الثانية زيها، يبقى هتصلي. دي كيفية الأفضل عند الشافعية، وإن كانت الطريقة بتاع الأحناف جائزة أيضا عند الشافعية، وجه.
لكن الصورة الأفضل لأنها وردت في الصحيح. الأحناف قالوا إيه؟ تخالف نظم الصلاة المعتاد ولا نأخذها بأحاديث أحد. نظم الصلاة المعتاد ده متواتر، فإحنا ما نغيرش نظمه بحديث أحد. ده رأي الأحناف يعني، رأي وجيه ما يجراش حاجة. لكن الشافعي كان مذهبه إذا صح الحديث فهو مذهبه، طالما صح عن النبي يبقى له اختيار. فيبقى إيه بعد الافتتاح والتعوذ؟ يبقى دي الكيفية التانية، إنك أنت تقرأ تصلي ركعتين، كل ركعة بقيامين وركعين، تقرأ الفتحة وسورة قصيرة. وإن تعرف القيام التاني الفتحة وسورة قصيرة، والركعة التانية تعمل نفس الحكاية. الكيفية الثالثة وهي أفضل الصور، أن تقرأ الفاتحة وسورة طويلة بقدر سورة البقرة في القيام الأول، لأن ده فعل النبي. الحديث في البخاري وفي مسلم وفي الترمذي وأبي داود، حديث فعله النبي يعني مروي في كتب السنة المعتبر. قرأ في القيام الأول سورة البقرة، في القيام الثاني سورة آل عمران، في القيام الثالث قرأ سورة النساء، في القيام الرابع قرأ سورة المائدة. أنا عملتها مرة واحدة في قايد باي. والله كان كسوف القمر، وحيستمر 5 ساعات من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، فكانت فرصة بقى. فروحنا أعلننا وقلنا للناس يا جماعة، اللي أوله شرط آخرون، واللي عايز يأكل يروح يأكل، واللي عايز يتوضأ، واللي عايز يعني يدخل الحمام يدخل الحمام، واللي عايز ياخد دواء ياخد دواء، وبعدين تنوي عشان احنا هنقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. يعني هنقبض عليك الله أكبر، مش هنخلص إلا بعد 4 ساعات إلى 5 ساعات. فعملناها الحمد لله وربنا مكننا، لكن لقيت إيه؟ إن الوقت خلاص الفجر هيخش، فروحنا اكتفينا من سورة المائدة ب100 آية، اختصرنا يعني، جينا في الآخر احنا مختصرين، واخد بالك؟ فالحكاية سهلة يعني، سهلة مش متعبة والله. وفي ناس قلنا لهم اللي هو مثلا عنده بروستاتا ولا هيجي له مثلا بول يتزنق فيه ولا حاجة، ينوي المفارقة، ينوي المفارقة ويتم الصلاة قصيرة ويروح يجدد وضوء وخلاص، الحكاية سهلة. فهمنا الناس يعني الحكاية، لكن النبي فعلها بهذه الكيفية. ده مش كده وبس، ده ما كانش يقرأ سورة البقرة بس، ده يركع نحوا من قيامه، يعني كان يفضل يسبح في الركوع قدر 150 آية من سورة البقرة في الركوع الأول، وفي الركوع الثاني قدر 100 آية من سورة البقرة، والركوع الثالث قدر 50 آية من سورة البقرة، والركوع الأخير قدر 50 آية من سورة البقرة، عشان تشوف قد إيه إقبال النبي على العبادة صلى الله عليه وسلم. المهم إن دي الكيفية الثالثة، يبقى عندنا 3 كيفيات لسورة لصلاة الكسوف. الكيفية الأولى ركعتين كسائر الركعات، دي لاختيار الأحناف. الكيفية الثانية تقرأ الفاتحة وسورة معتادة، مش مهم تطول بقى، تجيب سورة ياسين، تقرأ مثلا سورة الصفات، مشي حالك، صاد، الزمر، مشي حالك على طول، واخد بالك؟ طيب السورة الثالثة اللي هي أفضل السور، إذا كانت الظاهرة هتحتاج تشمل ساعات طويلة يبقى تستغرق الظاهرة كلها في الصلاة، تقوم إيه تصلي بقى إيه بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة، دي أفضل السور. يبقى بعد الافتتاح والتعوذ يقرأ الفاتحة، قلنا وسورة قصيرة أو طويلة عشان تجيب بقى السورتين، تقول قصيرة أو طويلة، ثم يرفع رأسه من الركوع، ثم يعتدل، ثم يقرأ الفاتحة ثانيا وسورة قصيرة أو طويلة. طبعا كلمة يعتدل دي يعني طبعا فيها تجاوز، كان حقه يقول ثم يقوم، لأن الاعتدال يكون ما قبل الركوع السجود، ما قبل السجود، إنما القيام يكون ما قبل الركوع، مش كده برضه؟ فكان حق الشيخ يقول هنا بدل ما يقول ثم يعتدل، كان حق يقول ثم يقوم. ليه؟ لأن
مثلا او يقوم، علشان هو اصله هو ايه ده غايه الاختصار، ما انا واخد بالي ده غايه الاختصار، فهو عايز يجيب لفظ واحد، لان احنا بنتكلم في كتاب اسمه غايه الاختصار، فهو يريد ان يختصر. لكن على اي حال الشيخ قال يعتدل من باب المشاكله، لانه في القيام الثاني هيبقى بيعتدل، فجابها من باب المشاكله نلتمس له العذر، واخد بالك ازاي؟ ففيها نوع من التسمح، لكن الدقة تقول ثم يقوم، لأن احنا عايلين القيام ده حال قراءة الفاتحة وإيه والسورة، مش كده برضو؟ لكن عند سمع الله الحارس معتدال، مش كده برضو؟ طيب ثم يعتدل. أنا عايز أعلمك إزاي تقرأ بدقة عشان تعرف تعلق على كل كلمة، احنا مشايخنا علمونا كده، يقول لك تقرا حرف حرف وكلمه كلمه وتدقق على كل كلمه. انما اللي بيقرا بالكوم دي اسمها ثقافه مش علم بقى، يبقى ده مثقف لكن مش عالم. العالم بقى يدقق على كل كلمه كويس، واحنا بنقول ده رواق ازهري، فلازم تتعلم الازهريه، يقعدوا يدققوا على كل كلمه وكل حرف، ادي ميزه العلم الازهري. ثم يعتدل ثم يقرا الفاتحه ثانيا في القيام الثاني، طبعا وسورة قصيرة أو طويلة، ثم يركع ثانيا أخف من الذي قبله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف صلاته يقول لك ركوعه نحوا من قيامه، فإذا كان قيام طويل يبقى ركوعه طويل زيه. ثم يعتدل ثانيا، يعتدل هنا حلوة في مكانها بقى، لأن بعد الركوع الثاني ده هيسجد بقى، واضح؟ يبقى يعتدل هنا جت في مكانها. ثم يعتدل ثانيا ثم يسجد السجدتين بطمأنينة في الكل. وهل يطيل أيضا في السجود ولا لا؟ وجهان في الشافعية، واللي رجحه الإمام النووي إنه هو يطيل في السجود أيضا، واخد بالك؟ إطالة قريبة من إيه؟ من الركوع. ثم يصلي ركعة ثانية بقيامين وقراءتين وركوعين واعتدالين، ما عدا إيه؟ ما عدا دعاء الاستفتاح، مش كده برضه؟ ما هو الافتتاح ده في الاولانيه بس، يبقى لازم تاخد بالك اما يقول لك ثم يصلي ركعه ثانيه يعني بدون دعاء الافتتاح، تبقى انت فاهمها كده ضمنا يعني، لان الشيخ بيكلم ناس علماء. وهذا معنى قوله في كل ركعه منهما قيامان يطيل القراءه فيهما كما سياتي. العجيب ان انا قعدت ادور هو حياتي يقول ايه بعد كده، ما قالش صح، والاولى اسقاطها لانه لم ياتي، تكتب فوقيها كده كما سياتي، الاولى اسقاطها لانه لم يذكر شيئا بعده. احنا قعدت نمسكها واقلب واقلب وجبت طبعه تانية، هو قال حاجه ما جابش سيرتها لما خلص، وهي كما سياتي حياتي امتى؟ ها، فيبدو ان هو كان الافضل انه كان يبدو ان هو بيصنف كان ناوي يجيب حديث البخاري وبعدين نسي، يعني هو كان ناوي فعلا كتب كما سياتي وناوي، وبعدين مع زحمه التاليف والحياه خلص صلاه الاستسقاء وقلب على الصلاه اللي بعدها ومشي، فيبقى الاولى اسقاطه. كويس، ها ذكرها في قيام الليل او صلاه، ما احنا ذكرت قبل كده ده اتى، لان بيقول سياتي واحنا خلصنا اللي فات، هو الاولى اسقاطها. وبعدين بصيت في كتاب البيجوري الحاشيه لقيت الامام البيجوري كاتب كده برضه، والاولى اسقاطها لانه لم ياتي، كاتب كده في الحاشيه برضه. وفي كل ركعه ركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود فلا يطوله، وهذا احد وجهين. لكن الصحيح اللي رجحه الامام النووي انه يطوله نحو الركوع الذي قبله ده في السجود، واضح؟ طيب. ويخطب الامام بعدهما، يبقى صلاه الكسوف والخسوف صلاه ركعتين ليها هيئه معينه، وبعدين بعدها خطبتين زي خطبه العيد والجمعه، بس خطبه الجمعه تبقى قبل الصلاه وخطبه العيد بعد الصلاه، وكذا صلاه الكسوف وكذا صلاه الاستسقاء خطبتها بعدها.
وهذا أحد وجهين، لكن الصحيح أنه يطول نحو الركوع الذي قبله ويخطب الإمام بعدهما، أي بعد صلاة الكسوف والخسوف خطبتين كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط، ويحث الناس في الخطبتين على التوبة من الذنوب وعلى فعل الخير من صدقة وعتق ونحو ذلك. تختص الخطبة طبعا بجماعة الذكور، بجماعة الرجال. طب افرد ستات لموا بعضهم وصلوا جماعة في الكسوف، يبقى ما لهمش خطبة، يبقى تختص الخطبة بجماعة الرجال، فإن كان هناك جماعة نساء فلا خطبة، وكذا المنفرد لا خطبة، يبقى الخطبة تختص بجماعة الرجال ويخرج المنفرد وجماعة الإناث. واضح؟ طيب، ويسر بالقراءة في كسوف الشمس. طب صلاة كسوف الشمس صلاة نهارية، والقاعدة عند الشافعية أن كل صلاة نهارية سرا، وصلاة خسوف القمر ليلية، وكل صلاة ليلية جهرية. يبقى القاعدة عند الشافعية صلاة الكسوف لكونها نهارية تكون سرا، وصلاة الخسوف لكونها ليلية تكون جهرا، وله أن يجهر في موضع الإصرار. افرض هي صلاة سرية الكسوف صحيح وانت ناوي تطول، طب ما هو الناس هتنام وراك وانت قاعد بتقرا والناس وراك نايمين، يبقى يجهر بقى لو اردت الاطاله ولو كانت نهاريه حتى تذهب الملل من الايه، من المامومين فيسمعوا. واضح؟ وهذا مذهب الاحناف الحنابله ان هو يجهر فيها سواء سريه سواء نهاريه او ليليه، مذهب الايه الحنابله. يعني لو صليت ورا احد حنبلي هيجهر في صلاة الكسوف ويجهر في صلاة الخسوف. واضح؟ ويسر بالقراءة في كسوف الشمس ويجهر بالقراءة في خسوف القمر. وتفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء، طالما انجلت الشمس ما بقاش فيها الكسوف يبقى فات وقتها خلاص، بالانجلاء للمنكسف وبغروبها كاسف، أو إنها تغرب وهي لسه كاسفة يبقى دخل وقت صلاة المغرب. واضح؟ وتفوت صلاة خسوف القمر بالانجلاء وطلوع الشمس، خسوف القمر برضو تفوت بالانجلاء وبطلوع الشمس. طب افرض القمر ظل منخسفا بعدما صليت الفجر في اول وقته ولسه في اثر الليل ما اشرقت ما طلعتش الشمس، لك ان تصلي صلاة الخسوف في هذا الوقت، لان ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس ملحق بالليل حكما، ملحق بالليل حكما، فدي حتة مهمة تاخد بالك منها. واضح؟ لا بطلوع الفجر ولا بغروبه خاسفا فلا تفوت الصلاة. يبقى وتفوت صلاة خسوف القمر بالانجلاء وطلوع الشمس لا بطلوع الفجر، لأن تملي طلوع الشمس بعد طلوع الفجر، ولا بغروبه خاسفا فلا تفوت الصلاة. طيب لو اجتمع كسوف وجنازة أيهما يقدم؟ تقدم الجنازة للإسراع بالدفن، مش كده برضو؟ طيب لو اجتمع عيد وجنازة تقدم الجنازة. طب لو اجتمع كسوف وفرد، ما أنا لو صليت الفرد ممكن الكسوف وقته يروح، يبقى إن كان الفرد وقته متسع أقدم الكسوف، لأن احنا قلنا نقدم المضيق على الموسع، القاعدة كده، نقدم المضيق على الموسع. افرض ان الشمس هتنكسف الساعة 2 الظهر هتروح الكسوف الساعة 4 والمغرب الساعة 5، أقوم أنا أصلي من 2 ل 4 الكسوف، وبعدين بعد ما اخلصها اروح نصلي العصر، عندي وقت اجيب العصر قبل المغرب بساعه. خدت بالك ازاي؟ مش يجي بقى واحد جاهل وانت في صلاه الكسوف يقول لك العصر ادن، العصر ادن، خلصوا صلاه، ويعمل لك قلق في المسجد، يبقوا دول جهله، حتى تلاقيهم كتير
خد بالك الجهلة دول كتير قوي هتتكعبل فيه، فتاخد بالك منه. لكن انت الاحسن تعلمهم قبل ما تخش في الصلاة، قبل ما تخش في الصلاة تروح قايل لهم الاعلان ده، تعلمهم. الناس لما بتتعلم بتبقى حلو. طب لو ضاق وقت الفرض قدم الفرض طبعا قولا واحدا بقى. المغرب وقته ضيق، المغرب وقته ضيق، ما ينفعش بقى ايه المغرب يدن اروح انا انشغل بصلاة الخسوف. طب ما العيش هتدن تضيع لي المغرب يا راجل، صلي المغرب لان وقته مضيق، واخد بالك. طيب طيب كسوف ولا وتر؟ يقدم الكسوف لان الوتر وقته واسع، وقته واسع من العشاء لحد الفجر. يبقى انتوا بقيتوا فقهاء، فهمت بقى المساله؟ فلازم يبقى عندك الحس الفقهي ده اللي بيه تعرف تمشي امورك. فصل في احكام صلاه الاستسقاء. والاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا شرعت في السنه السادسه من الهجر، ويبدو ان هي كانت مشروعه في الامم السابقه، لان ربنا بيقول اذ استسقى موسى لقومه، يبقى شرعت في الامم السابقه بدليل. لكن احنا ما خدناهاش من شرع من قبلنا، احنا خدناها من فعل نبيين، مش كده برضو؟ مش شرع من قبلنا، وان كانت موجوده في شرع من قبلنا. ويجوز الاستسقاء بمطلق الدعاء فقط، كويس، او بالقنوت في الصلوات الفرائض لانه شده في الركعة الأخيرة في الصلاة. ويجوز أيضا بصلاة الاستسقاء اللي احنا ايه هنشرحها الوقت. يبقى يجوز الاستسقاء بعدة طرق، بالدعاء على طول كده يا رب اسقينا، وتدعي من غير ما تعمل صلاة ولا حاجة، زي ما النبي عمل في صلاة الجمعة وهو واقف يخطب الجمعة وجاله الرجل الأعرابي وقال له ان احنا ايه جوعنا وعطشنا وكادت البهائم تهلك، مش كده؟ حديث في البخاري. فالرسول صلى الله عليه وسلم وكان السماء صح وليس فيها قزعة يعني قطعة سحاب، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا فامتلأت السماء سحاب، ومجرد النبي نزل ايده المطر نزل، المطر نزل مع ايد النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل مش كده وبس، نزل لحد الجمعة اللي بعدها. قام نفس الراجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، وهو الراجل يا رسول الله غرقنا. فايه فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه قال؟ اللهم حوالينا لا علينا، حوالينا لا علينا، واشار فخلى ايه السحاب زي الحلقه حول المدينه، فبقى ايه المطر حوالين المدينه وليس عليها، واخد بالك. وده يدلك على ان النبي من اهل التصريف في الاكوان، يشير للسماء تمطر، يشير للقمر ينشق، مش كده برضه؟ يشير للشجره تجيله على ساق بلا قدمي. يبقى النبي له التصريف في الاكوان. وقلنا احنا في صلاه ملك الملك في الصلوات اليسريه، اما تقرا صلاه ملك الملك في الصلوات اليسريه تلاقي بينا انه له التصريف في الاكوان، وله التصريف في الشرع، وله التصريف في يوم القيامه بالشفاعه، وله التصريف في الجنه برفع درجات من دخلها صلى الله عليه واله وسلم. ايوه نقدم، نقدم لا لا على حسب برضه، على حسب الوقت. يعني لو صلاة العيد هتاخد 10 دقائق وصلاة الكسوف عايزة ساعتين، يبقى نجيب العيد ونخش بالكسوف بعدها، واخد بالك ازاي؟ بس على حسب الوقت. أيوة لا، النبي صلى في المسجد، صلى في المسجد، ولكن صلى في الخلاء، لكن صلى في المسجد صلى الله. طب احنا لا احنا ما قلناش ان هم يعملوا كده النساء، لكن لو فرض ان مجموعه من النساء صلوا مع بعضهم يبقى ما فيش خطبه. لكن احنا مش بنقول ان النساء يصلوا لوحدهم، لا. طبعا طبعا، ما طول عمر النساء بيصلوا في مسجد النبي خلف الرجال طول عمر الدنيا كده. يستحب. ايوه طبعا، زي باقي الصلوات، ما هم كانوا بيحضروا. لكن لو واحده فاتها او واحده في بيتها ما تقدرش تخرج لاي عذر،
يبقى تصلي في بيتها منفردة. فصل في أحكام صلاة الاستسقاء. شرعت، احنا قلنا صلاة الاستسقاء دي في السنة السادسة من الهجرة، أي طلب السقيا من الله تعالى. وصلاة الاستسقاء مسنونة، حكمها ايه بقى؟ صلاة الاستسقاء سنة. السؤال بقى امتى تكون واجبة؟ اللي يجاوب على السؤال ده يبقى جدع. صلاة الاستسقاء سنة. ايوه شفت الجدع ده، اهو شيخ، شيخ مظبوط. اذا امر بها الامام لوجوب طاعته صارت واجبة. ها؟ الامام او نائبه. ان شاء الله امام المسجد، ما انت نائب الامام. الامام او نائبه. كويس؟ اذا امر بها يبقى تصير واجبة لامر الامام. واضح؟ لان ليه؟ مندرجة تحت وجوب طاعة الامام. ولو قلنا كده الوقت يقول لك حكام سلطة، علماء سلطة، حاجة غريبة والله. امال عايزين فوضى؟ فإذا أمر بالمستحب صار واجبا، وإذا نهى عن بعض المباح صار محرما. شوف قد إيه إلى هذه الدرجة، له أن يقيد المباح. طيب، أي طلب السقيا من الله تعالى وصلاة الاستسقاء مسنونة إلا أن يأمر الإمام بها فتصير واجبة لوجوب طاعة الإمام. يبقى لازم تبقى إيه في ذهنك هذه المعنى. تكون واجبة أو تكون مسنونة لمين؟ لمقيم ومسافر وحر وعبد وذكر وأنثى كمان. كويس؟ عند الحاجة. عند الحاجة يعني عند وجود جفاف، عند الحاجة للماء يعني. أحيانا حتى لو المية صارت ملحة، افرض في موضع من المواضع كانت المية بتاعتنا عذبة فبصينا لها بقت ملحة، يبقى نصلي الاستسقاء بقى ان ربنا يجعلنا عذبة تاني. واخد بالك؟ يبقى ايه؟ وكذا عند الحاجة اليها عند بعض طوائف المسلمين، فلبقية المسلمين ان يصلوا من اجلهم. يعني افرض ان في جفاف مثلا في بقعة معينة من بلاد المسلمين بعيدة عن مصر، والناس بتعاني من العطش، يسن لأهل مصر أو أي أهل بقعة من المسلمين في مكان ما يصلوا استسقاء لإخوانهم العطش. واضح؟ لأن المسلمين كلهم كجسد واحد، قطعة واحدة، هم الاستعمار اللي فرقنا وقسمنا، لكن احنا ما زلنا أمة واحدة. عند الحاجة من انقطاع غيث أو عين ماء ونحو ذلك. ونحو ذلك زي إيه؟ يعني تحول الماء العذب إلى ملح، إلى ماء مالح، ده برضو ممكن يحصل. يقال في الأثر إن كان ربنا لما خلق سيدنا آدم ونزله في الأرض كان كل ماء عذب، وكانت الحيوانات المفترسة تأنس بابن آدم، ما تفترسوش، تقعد جنبه وتأنس بيه. حتى قتل هابيل أخوه، حتى قتل قابيل أخوه هابيل، فلما قتله صار معظم الماء ملح، وصارت الحيوانات المفترسة لا تأمن لابن آدم، فتغير الحال. ده في الأثر يعني، ما تقرأ في البداية ونال ابن كثير والحاجات دي، الله أعلم يعني. محرما، لوجوب طاعة الإمام لانتظام حال المسلمين. مباح، يعني الإمام قال لك وانت ماشي في الشارع وسايق العربية، لما تلاقي النور الأخضر امشي، لما تلاقي النور الأحمر اقف يا سائق. انت أصلا المشي في الشارع ده مباح، مش كده برضو؟ هو قال قيد لك المباح، قال لك اما تلاقي النور أحمر اقف. يعني لو مشيت والنور احمر يبقى حرام شرعا، واخد بالك؟ ويبقى لو قتل انسان وماشي والنور احمر يتحمل ديته كامله، يدخل فيها شبه العمد، يعني مش هتبقى خطم احد، هتبقى يدخل فيها شبه العمد، فتبقى فيها ديه مغلظه. شوف قد ايه، مع ان اصلا المشي في الشارع حلال مباح في اي وقت. لما جاء بقى الإمام قال لك كذا يبقى خلاص. قال لك مثلا برضو
ان الشارع الفلاني ده ارتفاع المساكن فيه ما يزيدش عن 15 متر. فجيت انت طلعت دورين او ثلاث ادوار زيادة حرام، ويبقى لو بعتهم الفلوس دي حرام، رزق حرام. تعرف الناس لو تعرف كده ما كانوش بخلفوا التنظيم، لانه بيخالف التنظيم بيتلاعب، متصور ان التنظيم ده ما نزلش في القرآن، وطالما ما نزلش في القرآن لا، القرآن جاء بطاعة أولي الأمر، وأمر أولي الأمر أن يختاروا من الأحكام ما ييسر على الناس معيشه. فلما يجي بتوع التنظيم يدرسوا سعة الشارع، ويدرسوا كمان المواسير المية ساعتها قد إيه، والصرف الصحي قدرته قد إيه، ويحسب الكثافة السكانية في كل حي، فيقول لك ما ينفعش أنك أنت تعمل عمارة هنا 10 أدوار. أولا الشارع هيتسد بعربيات الناس السكان لانه الشارع ضيق، ثانيا هيبقى ده ضغط شديد على الدائره الكهربيه للحي فهينقطع عن الناس، وهيبقى ضغط ايضا على المجاري فهتطفح في الشوارع، وضغط على الميه فتنقطع كثيرا، وكده هتنكد على بقيه خلق الله. يبقى عليك تلتزم، يبقى لو طلع بادوار زايده وباعها رزق حرام. اللي اشتراها مضطر، إذا كان اللي اشتراها مضطر، لكن اللي أنشأها حرام. شفت أنت بقى الفقه الإسلامي ينظم معايش الناس إزاي؟ ها؟ لأن هو ما يعرفش كده. ده هو ممكن بيبقى حج وعامل تمام وراجل طيب، ويبيع الحاجات الأدوار الزيادة دي ويتصدق بينها كمان، ويبني جامع كل حاجة، لأنه جاهل بالفقه. هو متصور إنه خالف نظام تنظيمي، ما خالفش ربنا، دخل في نظام في التنظيم بس، لكن انبنى عليه مضار شديدة كثيرة، واخد بالك؟ فلازم المسلمين يتعلموا ان دينهم مش مسألة صلاة وصيام واعتكاف في الحرمين واداء زكاة وخلاص، لا، كل فعل من الامور المباحة التي تؤدي الى ضرر عام يكون حراما، واخد بالك؟ واحنا عندنا من الافعال اللي هي تؤدي الى ضرر وهو فعل مباح، انك انت تتعدى حتى على هواء الشارع. هواء الشارع انه يعمل بروز يؤذي الناس ويؤذي جاره، طب ما ده حرام. وهكذا. يبقى ايه؟ لما يجي الشرع الشريف يأمرك بطاعة اولي الامر، يبقى تطيع في الصحة تعليمات وزارة الصحة، وتطيع في المرافق تعليمات ايه بتوع المرافق والطرق، وتطيع في التنظيم تعليمات بتوع التنظيم، وتطيع في المرور تعليمات بتوع المرور، لان كل دول اولي الامر في الايه، في الاماكن المختلفه. واضح؟ مش اولي الامر وحسن مبارك وخلاص ما داخل طرق، واخد بقى؟ لا، مش المساله كده، لا تكن ضيق الافق، لابد ان الحياه تنتظم وتنتظم حياه الناس. فالمهم خلينا احنا هنا ناخد بالنا منها. يبقى من انقطاع غيث او عين ماء ونحو ذلك، وتعاد صلاه الاستسقاء. افرض انت صليت الاستسقاء ولسه ما امطرتش السماء، تعيدها مره واثنين وثلاثه، ما يجراش حاجه. زي الاستخاره، ممكن تعيدها مره واثنين وثلاثه لحد ما تشوف ربك ايه كاتب لك ايهما افضل. تعاد على سبيل الاستحباب، اي، واكثر من ذلك. وان لم يسقوا حتى يسقيهم الله، فيأمرهم ندبا الامام يعني ونحو بالتوبه. يبقى قبل صلاه الاستسقاء الامام يأمر الناس بالتخلص من اسباب عدم قبول الدعاء واسباب القحط، ما هو اسباب القحط المعاصي، واخد بقى؟ فيقول له الامام يحث الناس على التوبه الاول، ويلزمهم امتثال امره كما افتى به النووي. والتوبه من الذنب واجبه امر الامام بها او لا، الا ان الامام لما يامر بها تكون واجبه على الفور، ولو لم يامر بها الامام فهي واجبه في الجمله. واضح؟ والصدقه، يامرهم بالتوبه والصدقه والخروج من المظالم للعباد ومصالحه الاعداء، وصيام 3 أيام متتالية. كل دي عشان لما يروحوا يصلوا يكونوا أهلا لقبول الدعاء.
رابع يوم بعد ما يكونوا صاموا 3 أيام وتخلصوا من المظالم وتابوا إلى الله وتصدقوا وعملوا كل ده، يخرج بيهم بقى اليوم الرابع يصلي بيه. وصيام 3 أيام قبل ميعاد الخروج فيكون به 4 أيام. لو صام 3 أيام دي عن نذر أو قضاء صح كويس أو كفارة. ليه؟ لأن هيحضرها البهايم، مش صلاة اللي بيجيب معاها البهايم، روح عطشان رخ، ما دي من الصلوات اللي بتجيب معاك فيها البهايم وتجيب معاك الأطفال، فيبقى دي صلاة في الخلاء. ثم يخرج بهم الإمام. خد بالك إن الصيام اللي هيأمر به الإمام ده صار صيام فريضة، يبقى وجب تنية النية. دي حتة دقيقة خد بالك منها. لما الإمام قال للناس صوموا 3 أيام ورابع يوم هنخرج نصلي استسقاء، صار هذا الصيام إيه؟ واجب. والصيام الواجب إيه؟ يشترط فيه تبية النية قبل الفجر. واضح؟ فأخد بالك من الحتة دي. قل من نبه عليه. ثم يخرج بهم في اليوم الرابع صياما غير متطيبين ولا متزينين. يخرج بقى إيه؟ في حالة افتقار، فلا في زينة ولا في طيب، ويلبسوا إيه؟ أقدم ثياب عندهم، ولو المقطعة ولو المرقعة. شوف قد إيه، لأن كل ده للاختقار. بل يخرجون في ثياب بذلة بموحدة مكسورة وذال معجمة ساكنة، وهي ما يلبس من ثياب المهنة وقت العمل. ويخرجوا في حالة استكانة، واستكانة أي خشوع وتضرع، يعني خضوع وتذلل. ويخرجون معهم ايه؟ الصبيان الصغيرة، لان الصبيان لا ذنب لهم، مش كده برضو؟ فيرجى قبول دعائهم بسببه. والشيوخ والعجائز. طب ليه؟ لان دعائهم اقرب للإجابة لرقة قلوبهم وضعفهم. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول تنصرون بضعفائكم، وأي لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رضع لصب عليكم العذاب صبا، مش كده برضو؟ يبقى يخرج بالصبيان والشيوخ والعجائز والبهائم، لأن ربنا رحمته عامة. واخد بالك؟ لدرجة أن ورد في الأثر أن سيدنا سليمان خرج يستسقي فوجد نملة نامت على ظهرها ورفعت رجليها وقالت يا رب لا تقتلنا وأنت ترزقنا. فقال للناس خلاص ارجعوا، ربنا هيرزقنا، هيمطر لنا عشان النملة دي. استجاب خلاص. ده وارد يعني في الأثر عن سيدنا سليمان. ويصلي بهم الإمام أو نائبه ركعتين كصلاة العيدين جماعة. زي صلاة العيدين يعني إيه؟ يعني في كيفيتها من الافتتاح والتعوذ والتكبير، يعني والتكبير قبل التعوذ، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، مش كده برضو؟ في كيفيتها من الافتتاح، يعني بس تختلف عن صلاة العيد النية، إن في صلاة العيد بتنوي سنة العيد، وهنا بتنوي سنة صلاة الاستسقاء. والتعوذ والتكبير 7 في الركعة الأولى و5 في الركعة الثانية برفع يديه والجهر فيهما برضو. ثم يخطب ندبا خطبتين، بعدها بعد صلاة الاستسقاء يخطب خطبتين كخطبتي العيدين، إلا أنه هنا يجوز تقديم الخطبتين على الصلاة بخلاف العيد. هنا يجوز، لكن الأفضل تأخير الخطبتين على الصلاة. فيفتتح الخطبة الأولى بالاستغفار 9، أنت في صلاة العيد بتفتتحها بالإيه؟ بالتكبير 9، هنا هيحط الاستغفار مكان التكبير. والخطبة الثانية 7، وصيغة الاستغفار أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. دي صيغة إيه قالها الشارح، لكن أي صيغة في الاستغفار تنفع، ولو أستغفر الله بس ينفع. وتكون الخطبتان بعدهما أي الركعتين. ويحول الخطيب رداءه فيجعل يمينه يساره وأعلى أسفله، ويحول الناس أرديتهم مثل تحويل الخطيب، ويكثر من الدعاء. امتى يحول رداءه؟
احنا لما بندعي في خطبة الجمعة بندعي الامام بيدعي وشه للمأمومين، يعني مستدبر القبلة. لا، في صلاة الاستسقاء بقى بعد ما يخلص الخطبة الثانية يتحول الامام الى القبلة، يدي ظهره للمأمومين ويقلب ثوبه تيمنا بان الحال يتقلب ويبقى افضل، وده النبي فعل هذا. ثم يبالغ في رفع يده ويدعو، والنبي كان يبالغ في رفع يده حتى يرى بياض ابطيه، وبعدين يدعو متوجها للقبلة وخلف المصلين. واضح؟ يبقى وقت تحويل الرداء امتى؟ عندما يتحول للقبلة بعدما يقارب من الانتهاء من الايه؟ من الخطبة الثانية. ويكثر من الدعاء سرا وجهرا، يعني يسر شوية ويجهر شوية عشان الإمام طبعا عطشان وتعبان وكلهم تعبانين، فيمكن ما يقدرش يجهر طول الدعاء فيسر شوية، فإذا أسر بالدعاء الناس تسر بالدعاء خلفه، وإذا جهر بالدعاء الناس تقول آمين. واضح؟ فحيث أسر الخطيب أسر القوم بالدعاء، وحيث جهر أمنوا على دعائه. ويكثر الخطيب من الاستغفار ويقرأ قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وفي بعض النسخ، نسخ المتن زيادة، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو: اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء، ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب والآكام. الضراب اللي هي ايه؟ الجبال الصغيرة يعني، والآكام اللي هي ايه؟ برضو الأماكن المتكون فيها التراب، ومنابت الشجر وبطون الأودية. اللهم حوالينا لا علي ولا علينا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا. هنيئا يعني يسهل تناوله، مريئا يعني هنيئا يعني يسهل تناول، مريئا يسهل تناوله، وهنيئا يعني فيه ثمرة، مريعا يعني ايه؟ يعني يكثر من الرخاء، سحا يعني كثيرا، وفي رواية عاما يعني يعم البلاد، غدقا طبقا يعني كافيا. ها؟ مريعا او ايه؟ تنفع عليها. وفي كمان مربعا يعني وارد يعني، طبقا مجللا دائما الى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يعني اليائسين. اللهم انا بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو الا اليك. اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ويغتسل في الوادي إذا سال، لو نزل المطر يبقى يغتسل فيه إذا سال تبركا، لأنه ماء مبارك. ويسبح للرعد والبرك، يعني يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ولما يشوف البرق يقول سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا مثلا. واحنا عارفين ان ايه؟ اول مطر في السنة يسن الانسان يخرج يعرض جسده ليه، اول مطر في السنة. الناس المصريين ما يحبوش المطر، اول ما المطر يقف في الظل، لا بقى تخرج بقى خليه ينزل عليك كده وتفرح بيه، ويجي على ايه؟ على جسدك، لأنه مبارك. وتكثر من الدعاء. انتهت الزيادة وهي لطولها لا تناسب حال المتن من الاختصار، والله أعلم. هنتكلم على صلاة الخوف النهاردة عشان نخلص بقى أبواب الصلاة بالمرة. فصل في كيفية صلاة الخوف. وصلاة الخوف شرعت في السنة السادسة من الهجرة، وإنما أفردها المصنف عن غيرها من الصلوات بترجمة، لأنه يحتمل في إقامة الفرد في الخوف ما لا يحتمل في غيره. وصلاة الخوف أنواع كثيرة، اللي ورد عن النبي في كتب الحديث 16 نوع، 16 نوعا.
لما تجمع كل الأحاديث الواردة في صلاة الخوف. وصلاة الخوف أنواع كثيرة تبلغ 6 أضرب كما في صحيح مسلم. اقتصر المصنف منها على 3 أضرب، والإمام الشافعي اختار 4 أضرب على فكرة، بس المصنف اقتصر على 3. أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة. يعني افرض العدو في غير جهة القبلة، يعني أدي مثلا إيه العدو بتاعنا، إحنا القبلة كده، يبقى العدو بتاعنا هنا وكده. علشان أواجه العدو لازم أبقى مستدبر القبلة، كويس؟ نعمل إيه في الصورة دي؟ أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة وهو قليل، والعدو ده قليل، وفي المسلمين كثرة بحيث تقاوم كل فرقة منهم العدو. يعني إيه؟ يعني العدو اللي قدامي ده 1000، كويس؟ وأنا المسلمين عددنا 1000، يبقى 500 يواجهوا 1000، مش كده برضه؟ 500 يواجهوا 1000، مش كده برضه؟ مطلوب كده، الواحد ب2، مش كده برضه؟ يبقى في الحالة دي العدو اللي قدامي 1000 واحنا 1000، يبقى أنا عندي 500 قادرين على المواجهة، مأمورين بالثبات، يبقى 500 يواجهوا و500 إيه؟ يصلوا متوجهين القبلة. فهمتني إزاي؟ لأن أنا سايب قدامه 500 يقدروا يواجهوا، الواحد يواجه 2، واضح؟ أدي معنى إيه؟ وفي المسلمين كثرة بحيث تقاوم كل فرقة منهم العدو، كل فرقة يعني إيه؟ يعني تبقى نصف العدو. دي الفرقة اللي تقاوم العدو إنها تبقى نصفه في العدد، واضح؟ فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة في وجه العدو تحرسه، وفرقة تقف خلفه، خلف الإمام يعني، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، يعني لو صلاة رباعية بيصلوها قصر ركعتين. في الصورة دي هيصلي الإمام بنصف الجيش ركعة، كويس؟ وبعدين يقف في الركعة الثانية، هم يخلصوا ركعة ويسلموا، والإمام في الركعة الثانية مطول لحد ما دول يخلصوا الركعة اللي عليهم ويمشوا، يقفوا مكان اللي واقفين، ودول يرجعوا يقفوا صفوف يصلوا مع الإمام الركعة الثانية، واضح؟ والإمام لسه كان واقف مستنيهم، فيصلوا الركعة الثانية مع الإمام. الإمام يقعد يقرأ التشهد، يقوموا هم يجيبوا الركعة اللي عليهم، والإمام يقعد مستنيهم لحد ما يقعد يقرأ التشهد ويسلم ويسلموا خلفه. أدي كيفية، فهمت بقى الطريقة؟ فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، ثم بعد قيامه للركعة الثانية تتم لنفسها بقية صلاتها، وتمضي بعد فراغ صلاتها لوجه العدو تحرسه، وتأتي الطائفة الأخرى التي كانت حارسة في الركعة الأولى فيصلي الإمام بها ركعة، فإذا جلس الإمام للتشهد تفارقه وتتم لنفسها، ثم ينتظرها الإمام ويسلم بها. وهذه صلاة رسول الله بذات الرقاع، لما راح يواجه غطفان قبل نجد بذات الرقاع، ولم يتم لقاء على فكرة، لأن غطفان لما شافت النبي خرج خافوا وروحوا، لكن إيه خروج النبي كان مهم، لأن مر على كل القبائل اللي كانت عايزة تتربص بالمسلمين ورّاهم قوتهم، فكله خاف بطل يواجه. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، سميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم، وقيل غير ذلك. والثاني الصورة الثانية أن يكون في جهة القبلة، الإمام بقى العدو في جهة القبلة، كويس؟ في مكان لا يسترهم عن أعين المسلمين شيء، وفي المسلمين كثرة تحتمل تفرقهم، فيصفهم الإمام صفين مثلا، يكون في مواجهة لكن ما فيش إيه التحام، الالتحام دي اسمها صلاة شدة الخوف، لكن في مواجهة لكن ما فيش التحام، واضح؟ وفي المسلمين عدد كافي، يوم الإمام يصلي بيهم والجيش كله واقف وراه، ومواجهة العدو، العدو طول ما احنا مدين لونه وشه خايف مننا، يروح الامام راكع يركع نص الجيش وراه، الجيش الصفوف الاماميه اللي خلف الامام
تركع ورا الامام وتسجد ورا الامام والتانيين واقفين، يروح الامام قايم للركعه الثانيه، يروحوا قايمين دول كويس، يروحوا التانيين اللي ما ركعوش يركعوا ويسجدوا ويقفوا تاني يحصلوهم في الركعه الثانيه، والامام ما يركع للركعه الثانيه ويسجد ايه، يسجد ويقعد يتشهد، وهم يقعدوا معايا يتشهد، ومخير الامام انه هو يسلم او ينتظروا كلهم لحد ما التانيين يجيبوا الركعة ويقعدوا ويسلموا كلهم مع بعض، يختاروا على حسب ايه، على حسب شدة بقى ايه الحرب، يعني هل في يعني مجرد مرابطة فقط ولا في قرب التحام، او في حسب بيسموها الجيش الحالة به ولا الحالة جيم ولا الحالة الف، على حسب بقى ايه يعني شدة ايه المسألة. والثاني أن يكون في جهة القبلة في مكان لا يسترهم عن أعين المسلمين شيء، وفي المسلمين كثرة تحتمل تفرقهم، فيصفهم الإمام صفين مثلا ويحرم بهم جميعا، فإذا سجد الإمام في الركعة الأولى سجد معه أحد الصفين سجدتين، ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع الإمام رأسه سجدوا ولحقوه، ويتشهد الإمام بالصفين ويسلم بهم، وهذه صلاة رسول الله بعسفان أو عسفان، وهي قرية في طريق الحج المصري بينها وبين مكة مرحلتان، سميت بذلك لعسف السيول بها. الثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب أثناء بقى الالتحام، هو كناية عن شدة الاختلاط بين القوم بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض، فلا يتمكنون من ترك القتال ولا يقدرون على النزول إن كانوا ركبانا ولا على الانحراف إن كانوا مشاة. في الحالة دي حيصلوا إلى غير قبلة ويصلوا منفردين بلا إمام في حالة شدة الالتحام، فيصلي كل من القوم كيف أمكنه راجلا أو ماشيا أو راكبا، مستقبل القبلة وغير مستقبل لها، ويعذرون في الأعمال الكثيرة في الصلاة كضربات متوالية، لدرجة من ضمن كيفيات شدة الالتحام أن يقول إيه، نويت صلاة الظهر، الله أكبر، السلام عليكم، السلام عليكم، خلص الصلاة، إلى هذه الدرجة من ضمن الكيفيات لو كان الالتحام شديد قوي. واضح؟ إذا كان الالتحام أخف يقول نويت صلاة الظهر، الله أكبر، يقرأ الفاتحة وبعدين يركع بالإيماء، إذا كان يسمع ويسجد بالإيماء، لا الالتحام ازداد يسلم وخلص الصلاة، أو يقرأ التشهد ويسلم وخلص الصلاة، أو الالتحام الشديد قوي يجيب ركعة تانية بنفس الكافية، وهكذا. يبقى كل حاجة على حسب شدة الالتحام وغيرها، فهي وردة عن النبي حوالي 16 كيفية، ويبدو أنها ليست على سبيل الحجر ولكن على سبيل تعليم الناس عند الحاجة كيف يتصرفون، والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف بعد كده على إيه ما يحرم على الرجال من لبس الحرير يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. في سؤال متعلق بموضوع النهاردة؟ لو انجلت الشمس أثناء الصلاة يبقى يتجوز ويخلص. إذا انجلت الشمس أثناء الصلاة أو انجل القمر يتجوز وينتهي من الصلاة علشان يدي فرصة للخطبتين. يلا لا خطبتين واحدة بس، يعني إذا اجتمعوا مع بعض يبقى يكتفي بخطبتين. يدخلوا مع بعض، يدخلوا مع بعض. أيوة. لا لا، فأقيموا الصلاة على وجه الأكمل اللي تأتي الصلاة الجديدة. حتى على الصورة الثالثة. لو في صلاة الكسوف ولا تبطلوا أعمالكم، وربنا هيقبلها لك كاملة، ليه تعتبرها بطلة؟ هو ربنا مصححها لك، وانت هتدخل بعملك أصلا، انت هتدخل الجنة أصلا برحمته. في صلاة الكسوف لو واحد لسه داخل في القيام الثاني من الركوع يبقى عليه ايه؟ لا خلاص تتحسب له ركعة، تتحسب له ركعة، لا تتحسب له ركعة، خلاص تتحسب له ركعة. يعني لو أدرك الإمام في الركوع الثاني تحسب له ركعة، تتحسب له ركعة، بخلاف بقى صلاة الكسوف لو إمام في صلاة عادية ركع وقال سمع الله من حمده وبعدين نسي، فأرى الفتحة تاني وأرى سورة تاني وبعدين ركع تاني ركوع ناسي، فانت ادركته في الركوع الناسي، دي ما تتحسبش ركعه. خدت بالك حته حلوه دي؟ ما تحسبش ركعه لان ده ركوع اصلا
ساقط. نسيان ساقط بخلاف صلاة الاستسقاء. إذا أدركه في صلاة الاستسقاء أو صلاة يعني إذا أدركه في ركعة الثانية في صلاة الكسوف أو الكسوف يقضي ما فاته في ركعة الأولى بنفس الكيفية. له أن يفعل ذلك، أن يقضي الركعة اللي فاتته بكيفية المعتادة إن لها ركعة عادية، أو إنه يعمل ركوعين وقيامين، له أن يفعل ذلك لا بأس. لدرجة أن ورد بعض الأحاديث أنه لو طال الكسوف له أن يجعلها 3 ركوعات و4 ركوعات كمان على حسب ما الطول الظاهر، ولكن العمل على خلافه، لكن وردت أحاديث. واخد بالك؟ زي برضو في تكبيرات الجنازة وردت أحاديث أنها 5 و6 و7 و8. واخد بالك؟ كلما كان إنسان يعني إيه الناس بتحبه وكان رجل صالح تزود التكبيرات عليه، لكن بعد كده استقر عمل الأمة على إن هي 4 تكبيرات في كل المسلمين سواء رئيس أو مرؤوس، مشهور أو مغمور، صالح أو طالح، كل 4 تكبيرات وخلاص. خدت بالك؟ استقر الأمر على ذلك. أيوه. لا مش شرط. طب دخل في ركعة ثانية من الإيمان وانجلت الشمس يعني يجيب بقى الركعة الثانية بقيام واحد. بقيام واحد وركوع واحد عشان يسمع الخطبة. أيوة. صلاة فرض على الظهر والعصر وصلى ركعة زيادة ولا جت ركعة دي. طالما نسي ناسي. لو قام الإمام لخامسة وأنت أدركته وهو يصلي الخامسة، الصلاة بتاعتك بالنسبة لك أنت صلاة صحيحة، وبالنسبة لك ركعة كاملة، بالنسبة لك أنت ركعة كاملة. واخد بالك؟ لأن أنت أصلا مش بتتبعه فيما في الخطأ، أنت أدركت واقف بيقرأ. لكن مين اللي هو تبقى صلاته بطلة؟ لو هو متذكر أنها الخامسة وكان مع الإمام وأمل الخامسة خلف الإمام ويعلم أنها خامسة، هنا تبطل صلاته. واخد بالك؟ بس فيجوز إمامة يعني المسبوق بالإمام الناسي. بالإمام الناسي يعني أنا أدركت الإمام راكعا وأنا ما أعرفش أن الركوع ده كان ركوع نسيان، محسوب لي ركعة، وكملت صلاتي ومشيت، محسوب لي ركعة. لكن أنا وأنا أدركته في الركوع ده وقمت أكمل، سمعت الناس بتتحاور بعد الإمام ما إيه ما سلم، فوصل لي علم أن الركوع اللي أنا أدركته فيه ده كان ركوع زيادة، والناس اتخنقت مع الإمام وبتقول له أنت كده ركعت ركوعين، يبقى أنا هنا أدركت في الحالة دي ما تتحسبليش ركعة، وإيه وأجيب 4 ركعات كاملين، ما أجيبش بقى 3، ما بنيش على دي لأن وصل لي العلم. لكن افرض أنا ما وصليش العلم، خلاص تمشي، لأن أنت مسؤول عما تعلم. ولو خلص حتى الصلاة زي لو صليت خلف إمام وهو مش متوضي ظنا منه أنه توضي، واخد بالك، وصلى بالناس والحمد لله وروح بيته تذكر أنه ما كانش متوضي، صلاة المأمومين صحيحة ومش مطلوب منهم يطلبهم على المحمول والموبايل وبعت لهم مسجات عيدوا صلاتكم، مش مطلوب منه خالص، هو مطلوب يعيد صلاة نفسه بس، ومش مطلوب يخبر كل الناس. واضح؟ طالما تذكر بعد الانتهاء من الصلاة تماما. لكن لو تذكر انه مش متودي أثناء الصلاة يوجد مش يسلم، ده يتوجه للناس يقول لهم يا جماعة أنا مش متودي، مش يستخلق، لأن هي ما دخلوش في الصلاة أصلا. ده يستخلف امتى؟ لما ينتقد وضوءه في اثناء الصلاه، يبقى اللي فات كان متوضي، لكن ده هو تذكر ان هو دخل الكابينيه وما توضاش، تذكر تماما وهو في الركعه الثالثه، يبقى اللي فات ده كله ايه ولا حاجه، هيسلم ليه بقى؟ ما هو مش في صلاه اصلا. واخد بالك ازاي؟ فيروح يلتفت لهم ويقول لهم يا جماعه لا مؤاخذه انا مش متوضي نسيت بس وخلاص، يروح الناس ايه الناس لا مش هيضربوا ولا حاجه. حصلت معايا انا بخرج كل يوم متوضي متعود على كده، مره من المرات كان عندي ميعاد يعني ايه استعجلت لان قمت متاخر قوي، فرحت نازل مش متوضي وجيت رحت المستشفى واقف في القبله بصلي بالناس صلاه الظهر كالعاده، وبعدين الله اكبر وانا بقرا الفاتحه افتكرت ان انا نزلت النهارده مستعجل ومش متوضي، رحت لافف كده يا جماعه انا مش متوضي معلش، ورحت ايه دخلت واحد وقلت له ابتدي صلاه من اول وجديد، رحت اتوضيت ولحقتهم في الركعه الثانيه.
ما يجراش حاجه يعني، ولا اتخانقوا معايا ولا زعلوا ولا حاجه. حتى في الرابعة. لكن لو أنا افتكرت بقى، شوف لو أنا افتكرت بعد ما سلمت والناس طلعت وخرجوا من المسجد، وأنا يبقى في الحالة دي أعمل إيه؟ أنا هتوضى وأعيد صلاتي بس، والناس دي كلها صلاتهم صحيحة. فهمت بقى المسألة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. أيوة. القاعدة اللي بتقول كل ما شرع فيه الجماعة جاز فيه الانفراد، وكل ما شرع فيه الانفراد جاز فيه الجماعة. طبعًا. يجوز فيها الجماعة والأفضل الانفراد، لكن لو صليتها جماعة ما فيهاش حاجة. افرض أنت بتصلي صلاة الظهر الراتبة في بيتك، ووالدتك ولا زوجتك قالت لك أنا ما صليتش، هصلي خلفك الفريضة، صحت ولا ما صحتش؟ طيب كده ولا لا؟ خلاص ما فيهاش مشكلة. انت اصلا مش بقى مش عارف، لان انت ما كنتش مع الامام من اول صلاه، انت ما كنتش معاه من اول الصلاه. انت لو متاكد ان هو قايم لخميسه ما تقومش معاه، انوي المفارقه وكمل لنفسك. لو انت متاكد ان هو قايم لخميسه او لسادسه او لرابعه في صلاه ثلاثيه، لو متاكد ما تتبعوش فيها، وتنوي المفارقه وتتم صلاتك على ما انت عليه. والله تعالى اعلى وأعلم. غلط، حرام. ما دي غرامة. دي غرامة، غرامة عليك، لكن مش معنى كده انه مباح ليك. شوف، ما يحرم في الابتداء قد يجوز فيه الدوام. يعني ويحرم في الابتداء انك تبني. فهمتني ازاي؟ وبعد ما دفعت الغرامة يبقى ما تهدش. ها؟ عدم اتلاف المال. ايوه، لانه هيؤدي الى اتلاف المال. يعني انت اصلا كان الاولى بك الا تقدم على هذا من الاصل. اقدمت. وحينبني على هذا اتلاف للمال. وخراب بيوت. والشرع مش عايز خراب البيوت. فيقول لك خلاص ما تعملش كده تاني وادفع الغرامه. وما تعملش كده تاني، تقول تبت الى الله. الشرع بيقول كده. يعني ما يحرم في الابتداء قد لا يحرم في الانتهاء، ودي قاعدة. ما يحرم في الابتداء قد لا يحرم في الانتهاء لما ينبني عليه من مضرة أشد. واضح؟ بس والله تعالى أعلم. بكرة في كسوف الشمس. ها؟ بكرة في كسوف الشمس. لا بس مش هتشوف، مش في مصر. مش عندنا. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله نستغفر.